تأتي مشاركة برنامج خليفة للتمكين في هذا اليوم للإعلان عن انطلاق الدورة الرابعة من قمة أقدر العالمية لنشر مفهوم المواطنة الإيجابية العالمية، وذلك تحقيقا للأهداف اللي هي تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات والاستدامة في الاستثمار ونشر فكر الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له. مشاركة قمة أقدر اليوم في إكسبو تعني لنا الكثير في نشر المبادرات الوطنية التي تدعم هذه الأهداف الرسمية لقمة أقدر. وقمة أقدر الحمد لله لقت نجاح في السنوات السابقة، واليوم نجاحها إن شاء الله راح يكون باهر وواصل إلى لأكثر من 192 دولة مشاركة في إكسبو 2020، مما يسهل علينا هذا تحقيق أهدافنا من خلال هذه المشاركة.